مساء النور والبركة. النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. مجلس الأمن يمدد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لستة أشهر، وموسكو تؤكد أن العقوبات هي السبب بتدهور الوضع الإنساني. باخموت إلى الواجهة، وقائع الميدان تشير إلى اقتراب الجيش الروسي من السيطرة على البلدة الاستراتيجية. الرئيس البرازيلي السابق يتبع تكتيكات جديدة، فهل ينجح لولا دا سيلفا بتثبيت نتائج الانتخابات الديمقراطية؟ جددت مجموعة السلام العربي دعوتها إلى إنهاء الحصار الغربي الظالم المفروض على الشعب السوري منذ سنوات. وقالت المجموعة في بيان وقع عليه الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد رئيس المجموعة والوزير الأردني السابق سمير حباشنة أمين عام المجموعة في سياق الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سوريا: إننا نضم صوتنا لكل القوى الرسمية والشعبية المطالبة بإنهاء الحصار الظالم المفروض على الشعب السوري والذي يتسبب بمعاناة كبيرة لهذا الشعب. وشدد البيان على ضرورة التواصل العربي مع سوريا على قاعدة استعادتها لمجالها العربي ومساعدتها في إعادة إعمار ما خلفته الحرب الإرهابية التي شنت عليه. تمد مجلس الأمن الدولي القرار 2672 الذي يقضي بتمديد مفاعيل قراره رقم 2642 لعام 2022 بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا ستة أشهر. وينص القرار 2672 الذي تبناه المجلس دون أي تعديل على سابقه على تمديد آلية إدخال المساعدات من داخل سوريا عبر الخطوط وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر، إلى جانب إدخال المساعدات عبر معبر حدودي واحد هو باب الهوى. من جانبه أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن العقوبات الاقتصادية الغربية أحادية الجانب ضد سوريا هي السبب الأساسي وراء تدهور الوضع الإنساني في البلاد. يكتنف مشهد الشمال السوري جملة من المتغيرات الدراماتيكية التي تتسارع تباعا. لا شك أن هناك تحولات ومحاولات في إحداث خرق بجمود العمل السياسي رغم محاولات لتعطيله من أطراف غربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة. تحاول سوريا باستمرار إطفاء تقدم ملموس في منع أي تسييس لملف المساعدات الإنسانية. إذا اعتمد مجلس الأمن قرارا بالإجماع وافقت عليه روسيا بتمديد إدخال المساعدات الإنسانية، حيث ينص القرار الجديد الذي لاقى تعطيلا مرارا من الدول الغربية وتسييسا له، لاقى اليوم تمديدا لمدة ستة أشهر بإدخال المساعدات من داخل سوريا عبر الخطوط بشروط تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، إلى جانب إدخال المساعدات عبر معبر حدودي واحد مع تركيا وهو معبر باب الهوى. في الختام يود وفدي أن يشدد على أن الارتقاء بالوضع الإنساني في سوريا يحتاج إلى عملية تطوير وتحسين مستمرة. العقوبات الاقتصادية الغربية أحادية الجانب ضد سوريا هي السبب الأساسي وراء تدهور الوضع الإنساني في البلاد. نؤكد بأننا سنراقب تطبيق إدخال المساعدات بشكل دقيق. تبدي دمشق وروسيا مرونة في إنجاح مسار الحل السياسي في سوريا في ظل الإشارات التي تصدرها أنقرة تباعا بخصوص تعبيد الطريق بين البلدين وإزالة الخلافات، لكن سوريا تعتبر أن هذه التصريحات يجب أن تترافق مع تحركات جدية على الأرض، أبرزها انسحاب كامل تركي ووضع خطط زمنية لعودة اللاجئين ومنع أي تسييس للملفات الإنسانية وصولا إلى تطبيق مشاريع التعافي المبكر. يا
يستمر انقطاع مياه الشرب عن أبناء مدينة الحسكة والتجمعات السكانية الممتدة على طول خط جر المياه الواصل بين محطة علوك شرق مدينة رأس العين وصولا إلى محطة الحمى غرب مدينة الحسكة جراء انتهاكات الاحتلال التركي وقطعه المياه عن الأهالي. وقطع المحتل التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية مياه الشرب من محطة علوك التي تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب عن نحو مليون مواطن في 22 تشرين الثاني 2022 وحتى تاريخه، وسط معاناة كبيرة للأهالي وصعوبة في تأمين المياه من مصادر أخرى كالصهاريج والخزانات. وفي تصريح له أشار المدير العام لمؤسسة مياه الحسكة المهندس محمود عقلة إلى استمرار الجهود الحكومية بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في سوريا لتأمين مياه الشرب لأبناء مدينة الحسكة في ظل استمرار الاحتلال التركي بإيقاف الضخ من محطة مياه علوك. في واشنطن حذر مسؤولون في البنتاغون من عودة تنظيم داعش وأن ما وصفوه بالإهمال الاستراتيجي لمخيمات داعش في سوريا والعراق قد يدعم عودة التنظيم. ورأى مراقبون أن الولايات المتحدة تحاول بهذه التصريحات تبرير استمرار وجودها العسكري غير الشرعي في سوريا وأيضا تبرير دعمها لميليشيات قسد. المخيمات التي تحوي عوائل تنظيم داعش والسعي لمحاربة التنظيم ذاته ذريعة لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها كحجة ثابتة لتبرير وجودها غير الشرعي على الأراضي السورية. ولتأكيد تمسكها بهذه الحجة عاد مسؤولون بالبنتاغون إلى التحذير مجددا من عودة تنظيم داعش وأن الإهمال الاستراتيجي لمخيمات داعش في سوريا والعراق قد يدعم عودة التنظيم. ويرى الأمريكيون في هذين السببين مبررا في الداخل الأمريكي وحتى أمام المجتمع الدولي على قاعدة أنهم يحاربون التنظيم ويمنعون عودته نيابة عن العالم. وفي الواقع فأنهم يريدون من ذلك وسيلة لتبرير أهدافهم الرئيسية في سوريا والتي تركز على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم وعرقلة أي استعادة كاملة للجيش العربي السوري لسيادته على كامل أراضيه وخاصة منابع النفط والغاز، مع الاستمرار بسياسة العقوبات لإبقاء الضغط العسكري والسياسي ومنع أي تعافي اقتصادي أو ميداني في البلاد. لذلك فأن الاحتلال الأمريكي سيبقى يستعرض في مشاهد تنفيذ الإنزالات والتدريبات بالذخيرة الحية في قواعده غير الشرعية وحتى العودة لقواعد سابقة في مناطق أخرى لإثبات صحة ادعاءاته بأن وجوده هنا فقط لمحاربة داعش. أيهم مرعي لقناة سما محافظة الحسكة. واصل الجيش العربي السوري رده على الخروقات المتصاعدة للإرهابيين لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد، مستغلين الضباب الكثيفة للاعتداء على نقاطه العسكرية هناك، في حين أحبطت وحدة منه هجوما شنه تنظيم داعش الإرهابي على نقاطه في البادية الشرقية. وأكد مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش العاملة بريف إدلب دكت برمايات مدفعية مواقع للإرهابيين وتحركاتهم في محيط البارة ونقاط عدة بمنطقة جبل الزاوية، موضحا أن ذلك جاء بعد اعتداء إرهابيين من النصرة بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية بمحاور التماس بريف إدلب الجنوبي، مستغلين الضباب الكثيف في منطقة خفض التصعيد. ولفت المصدر إلى أن رد الوحدات العاملة بالمنطقة على الإرهابيين كان قويا، حيث دكت تحركات مؤلمة لهم ما أرغمهم على الفرار. شرقا أكد المصدر أن وحدات من الجيش تصدت لخلايا من تنظيم داعش استغلت الضباب الكثيف وهاجمت بشكل مباغت نقاطا للجيش في بادية دير الزور الغربية، موضحا أن الوحدات خاضت اشتباكات متقطعة مع الدواعش وأحبطت خطتهم وأرغمتهم على الفرار باتجاه عمق البادية. أقر الكنيسة الصهيوني بالقراءة الأولى تمديد ما يسمى قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة المعروف بقانون يهودا والسامرة، والذي سنته حكومة الاحتلال
أول مرة عام 67 بما يخص المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. منذ ذلك الوقت عبر إخضاعهم للقوانين الإسرائيلية المدنية باعتبارهم مواطنين يعيشون خارج حدود الدولة حسب تعبير الكيان الصهيوني، ويعتبر هذا القانون في الواقع نسخة من قوانين الأبارتهايد التي كان معمولا بها في جنوب إفريقيا قبل انهيار نظام الفصل العنصري فيها. اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه. ويواصل المقدسيون الدعوات إلى ضرورة الحشد والرباط اليومي في المسجد الأقصى لإفشال كل مخططات الاحتلال وجماعات الهيكل المزعوم. أكدت سرايا القدس مجموعات برقين وكتائب شهداء الأقصى المسؤولية عن عمليات نوعية عدة نفذها المجاهدون على امتداد الشريط الحدودي بين جنين والأراضي المحتلة. وشددت مجموعات برقين في أول ظهور لها على أن ضربات المجاهدين من الجلمة شرقا حتى دوتان وشاكيد غربا تثبت لهذا العدو أن المقاومة مستمرة. يا أبناء برقين، التحدي والكفاح والصمود. يا أحبة الشهداء وأخوة الشهداء، نأتي اليوم في ظل التحديات واستمرار العدو الصهيوني وأطرسة الأراضي وعدوانه الغاشم على شعبنا ومقدساته، لنؤكد ما يلي. أولا، نؤكد مسؤوليتنا ومسؤولية مجموعاتنا في بركين عن عدة عمليات نوعية وبطولية نفذوها مجاهدينا بسلام، تنوعت وانفردت وكانت على أمدادة الشريط الحدودي الفاصل بين محافظة جنين وأراضينا المحتلة. فكانت ضربات مجاهدين من الجلم شرقا حتى دوتان وشكيف غربا تثبت في هذا العدو أننا مستمرون في الجهاد والمقاومة. ثانيا، تأتي عملياتنا في سبيل الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني التي تستهدف شعبنا الأعزل ومقدساتنا. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة ريفيديا وبلدة صرة في نابلس وبيت أمر في الخليل وبيت ريما في رام الله ويعبد في جنين وعنات في القدس المحتلة. وفي وقت سابق ذكرت مصادر محلية أن المقاومين الفلسطينيين استهدفوا بعبوة ناسفة محلية الصنع حاجز قلنديا جنوب رام الله، وأنه في إثر الهجوم أغلقت قوات الاحتلال الحاجز مباشرة. وفي نابلس استهدف مقاومون حاجز 17 العسكري الإسرائيلي شمال المدينة بعبوة ناسفة. كذلك تتواصل المواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منشأة سياحية ومحلة تجارية للفلسطينيين شمال محافظة أريحة وفي بلدة عناتة في القدس. واقتحمت قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية بلدة العوجة ووفرت الحماية للجرافات التي هدمت محلات تجارية في البلدة، وتعود ملكيتها لعائلة مخلد عبد الكريم نجوم. وكانت اقتحمت قوات معززة من الاحتلال بلدة عناتة وهدمت منشآت في محيط جدار الفصل العنصري، وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليها، وقامت بتنفيذ عملية هدم واسعة لمحلات تجارية. أقامت حركة فتح في بلدة قباطية جنوب جنين مهرجان استقبال للأسير المحرر يوسف زياد محمود نزال. وسبق ذلك حفل استقبال نظمته الحركة في كفر قليل بنابلس، أوقد خلاله الأسير المحرر شعلة الانطلاقة 58 لثورة الفلسطينية وحركة فتح.
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دانياتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا اليوم أن مناطق سكنية في الجمهورية تعرضت للقصف 13 مرة خلال الساعات 24 الماضية. وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن بلاده ستوسع ترسانة أسلحتها الهجومية وتواصل تطوير الدرع النووي باعتباره الضامن الرئيسي لسيادة روسيا وسلامة أراضيها. وأضاف شويغو خلال اجتماع مع قيادة الجيش الروسي أن القوات المسلحة الروسية ستقوم بتوسيع ترسانة الأسلحة الهجومية الحديثة خلال سنة 2023، وأكد أن هناك ضرورة لتطوير وتحسين المعدات والتجهيزات العسكرية لتكون في أعلى مستوى خلال العام الجاري. كما شدد شويغو على ضرورة تطوير نظام القيادة والاتصالات للقوات المسلحة باستخدام التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأوضح أنه يجب وضع خطط التدريب والتزويد بالمعدات للقوات المسلحة الروسية بناء على الخبرات المكتسبة في سوريا وأوكرانيا. صرح سفير أوكرانيا لدى بريطانيا فاديم بريستايكو بأن الدول الغربية ستقوم بتزويد أوكرانيا بأسلحة منتهية الصلاحية، وأشار إلى حدوث ما سماها تطورات إيجابية مؤخرا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية. ووفقا له فإن شحنات أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت لم تكن متوقعة في كييف. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن إسقاط 3 طائرات حربية من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، والقضاء على عشرات الجنود الأوكرانيين، وتدمير معدات ومستودعات عسكرية تابعة لقوات كييف خلال العمليات القتالية، مشيرة إلى أن الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية والمدفعية أدت إلى تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية بجمهورية دانياتسك ومدينة أريخوف بمنطقة زاباروجي، إضافة إلى تدمير 62 وحدة مدفعية ومراكز تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية في 105 مناطق. قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف إن الغرب يريد محو روسيا من خارطة العالم، وإن الحرب في أوكرانيا مواجهة مع حلف شمال الأطلسي ناتو، في حين قالت الاستخبارات البريطانية إن الجيش الروسي ومجموعة فاغنر حقق تقدما في سوليدار شرقي أوكرانيا، ويرجح يكون سيطرة على معظمها بعد تقدم تكتيكي في آخر 4 أيام، وأن عين موسكو على باخموت. مفتاح شرق أوكرانيا، وربما تكون الحاسمة في المعركة التي تخوضها روسيا على تخوم كييف. باخموت، المدينة الواقعة على ضفتي نهر باخموتوكفا شمالية مقاطعة دانيتسك في إقليم دونباس شرقية أوكرانيا، أقدم مركز تاريخي وثقافي في المقاطعة. تكمن أهمية المدينة في وقوعها على طريق دولي يصلها مباشرة بمدينة سلافيانسك في لوغانسك، ويشق طريقه نحو منطقة خاركيف. تحولت المدينة في الوقت الراهن إلى ساحة المعركة الرئيسية في الحرب، يرسل إليها الجانبان الروسي والأوكراني جحافل الجنود والمدفعية والدبابات
في تركيز للقوة بشكل غير مسبوق منذ بداية العملية الروسية الخاصة في دونباس، لعل زيارة مسؤولين أمريكيين من ضمنهم نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى هذه المنطقة تؤشر لاستماتة أوكرانيا ومن خلفها حلف الناتو بالسيطرة على المدينة التي تقول روسيا إنها أصبحت ساقطة ناريا، وفي حال السيطرة عليها ستصبح دونباس محمية أكثر، حيث تحاول أوكرانيا وحلف الناتو السيطرة على المناطق التي ضمتها روسيا سابقا كبنود ضغط في أي مفاوضات قادمة مع روسيا على مبدأ ما لا يكسب بالميدان يحصل بالتسويات. أعلنت شركة فيرجن أوربت أن مهمة الفضاء البريطانية التاريخية التي حاولت خلالها الشركة إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء الخارجي انطلاقا من الأراضي البريطانية باءت بالفشل بسبب خلل ظهر قبيل وصول الصاروخ إلى المدار. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشركة المملوكة من الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون والمتخصصة بوضع أقمار اصطناعية صغيرة على مدار الأرض قولها في تغريدة على تويتر: يبدو أن لدينا خللا يمنعنا من الوصول إلى المدار. ومساء الاثنين أقلعت من مطار نيو كواي في جنوب غرب إنجلترا طائرة بوينغ 747 تابعة لفيرجن أوربت، وتحمل تحت جناحيها الصاروخ الفضائي البالغ طوله 12 متراً محملاً بتسعة أقمار اصطناعية لوضعها في مدار الأرض في مهمة كانت ستشكل إنجازاً كبيراً لبريطانيا في هذا المجال. والآن مشاهدينا موعدكم مع آخر أخبار الاقتصاد وسارة قدح. مساء الخير سارة. مساء النور وفاء، شكراً. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الاقتصادية، والبداية مع العناوين. مجلس الوزراء يؤكد على تبسيط إجراءات الإقراض ومنح مزايا تفضيلية للمزارعين الذين يتحولون للري الحديث. مع استعداد المتداولين لإلقاء نظرة على الأرباح، بورصة وول ستريت تفقد الزخم بإشارة من الاحتياطية. أهلا بكم. اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس مقررات اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث بخصوص تبسيط إجراءات الإقراض ومنح مزايا تفضيلية للمزارعين الذين يتحولون للري الحديث وضرورة التأكد من مطابقة المعامل المنتجة لمستلزمات شبكات الري الحديث للمواصفات المطلوبة ووضع برنامج عمل تنفيذي لإلزام التعامل بطرق وتقنيات الري الحديث تدريجيا. وكلف المجلس الوزارات المعنية تقديم دراسات مفصلة حول واقع الغابات وانتشارها وخطط ترميم المتضرر منها والتوسع بها ونشاط القطاع الصناعي الحكومي وواقع المدن والمناطق الصناعية والمنشآت المنفذة وقيد التنفيذ والعمالة والإنتاج فيها ومقترحات تطوير العمل فيها، إضافة إلى واقع تسويق الحمضيات وزيت الزيتون والبطاطا والفستق الحلبي ودور السورية للتجارة في التدخل الإيجابي ومؤشرات مبيعاتها والمراحل التي وصلت إليها عملية أتمتة مستودعاتها. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تنظيم عمل الشركات المشتركة في مجال القطاع الزراعي، ووافق على إنشاء مطمرين صحيين في أراضي حراج الدولة بمنطقتي مشت الحلو والقدموس في محافظة طرطوس بهدف حماية الموارد البشرية والمائية والتخلص من الآثار السلبية للمكبات العشوائية.
بيّن نائب رئيس غرفة صناعة دمشق لؤي نحلاوي أهمية قرار اللجنة الاقتصادية المتضمنة تعديل آلية تمويل المستوردات للمواد الأساسية للتجار والموارد الأولية للصناعيين التي لها الأولوية بالتمويل. وأوضح نحلاوي أن مؤونة المستوردات التجارية والصناعية التي سيتم تسديدها ستذهب إلى تمويل المستوردات بما يساوي قيمة تسديد القطع. وبيّن أن الفرق بين القرارين القديم والجديد هو أن الصناعي أو التاجر كان يسدد كامل قيمة مستورداته قبل ختم الأوراق، وبعد شهرين أو 5 أشهر يتم تصريف قيمة القطع ومطالبة المستورد بالفرق الناتج عن تغيير سعر الصرف خلال هذه المدة. أما حاليا يسدد الصناعي 30% من قيمة البضائع والتاجر 50%، وهذا يؤدي إلى عدم تجميد رأس المال لفترة طويلة. أكد المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أنه مع البدء بتطبيق الطابع الإلكتروني لن تكون هناك أي زيادة على القيمة المطبقة لكل طابع ورقي، لافتا إلى أن إحلال الطابع الإلكتروني لن يغير من القيمة المالية للطوابع. وأشار ونوس إلى أن المالية ستتحمل تكلفة اللصاقة الخاصة بالطابع الإلكتروني التي تحمل ميزات أمنية عديدة بالإضافة إلى رمز استجابة سريع. ويذكر أن الهيئة طلبت من مديريات المالية عدم منح براءة ذمة أو كتاب عدم ممانعة لأي إجراء يقوم به كل من هو مكلف بالربط الإلكتروني إلا بعد التأكد من قيامهم بالربط. تمكنت الشركة التجارية الصناعية المتحدة الخماسية من العودة للعمل ضمن أقصى الطاقات، حيث تم تأهيل وتشغيل 126 نولا وإعادة تأهيل وتشغيل آلات عدة ومجموعة من الضواغط. المدير العام للشركة مصطفى هلال بيّن أن المؤشرات الإنتاجية للشركة خلال العام الماضي بلغت في قسم النسيج حوالي 2300 ألف متر، في حين تجاوز الإنتاج في قسم المصبغة 2100 ألف متر. هذا وحققت الشركة خلال عام 2022 قيمة مبيعات بلغت 12 مليارا ونصف المليار ليرة، بزيادة بلغت نحو 5 مليارات ليرة. عالميا تضاءل الارتفاع في الأسهم الأمريكية بعد فترة وجيزة من إشارة 2 من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة قد تتخطى 5%، ومن غير الواضح عند أي سقف. هذا وفشلت وول ستريت في البناء على زخم الارتفاع الذي سجل يوم الجمعة الماضي، حيث ظل مؤشر ستاندرد أند بورز فوق المستوى الرئيسي بقليل، لكنه قلص التقدم الذي وصل إلى ما يقرب من 1.5% بعد أن قالت ماري دالي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى ما يزيد عن 5%. من جهة ثانية قال البنك المركزي السويسري أنه يتوقع تسجيل خسائر قياسية بنحو 132 مليار فرنك سويسري للعام 2022، جلها مرتبط بانخفاض قيمة مقتنياته بالعملات الأجنبية فضلا عن انخفاض تقييم مراكزه في العملة الوطنية، الأمر الذي منعه من توفير الأموال الداعمة للحكومة. وفي إشارة إلى الحكومات الوطنية والإقليمية أضاف البنك أنها هذه الخسارة الصافية ستؤثر على توزيع الأرباح لمساهمي البنك المركزي السويسري والاتحاد والكانتونات للسنة المالية 2022. في المقابل وبينما تعرضت مراكز عملته لضربات كبيرة، اكتسب البنك 400 مليون فرنك سويسري على حيازاته من الذهب. فشلت الحكومة البريطانية في إيجاد صيغة حل لوضع حد للإضرابات المستمرة منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور عقب لقاء مع ممثلي النقابات، في حين وافق الاتحاد الأوروبي على استخدام البيانات البريطانية لحركة التجارة مع إيرلندا الشمالية. لم تعلن النقابة الوطنية لعمال سكك الحديد البريطانية عن أي وقف لتحركها
بعد لقاء ممثلي النقابة مع وزير الدولة البريطاني لسكك الحديد على خلفية الإضرابات المستمرة منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور التي فرضتها أزمة غلاء المعيشة. فقد أضاعت الحكومة البريطانية من جديد الفرصة لكسب ثقة مواطنيها بعد أن أثارت حفيظة النقابات بإعلانها عن إعداد قانون لاعتماد حد أدنى للخدمات في القطاع العام في مسعى منها للحد من تأثير الإضرابات. ثقل الأزمة يبدو واضحا مع تصميم عمال سكك الحديد على مواصلة تحركهم الاحتجاجي الذي انتقل إلى قطاعات أخرى، حيث إن الوضع في قطاع الصحة أصبح حرجا للغاية مع إضراب الممرضين يومين في سابقة لم تحدث منذ أكثر من 100 عام. وبحسب نقابيين فإن الحكومة لم تقدم أي خطة مفصلة للخروج من الأزمة إلا إخراج آلاف المرضى من المستشفيات في الأسابيع القليلة المقبلة بسبب نقص الأسرة، ناسية طلب العاملين بزيادة الأجور والذي يعتبر غير ممكن بالنسبة إلى الخزانة. يبدو أن الشمس غابت عن الدولة التي لا تغيب عن حدودها الشمس لتعود إلى المظلة الأمريكية من بوابة أيرلندا الشمالية بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام البيانات البريطانية لحركة التجارة مع أيرلندا الشمالية لوضع قواعد حركة التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ليكون بروتوكول أيرلندا الشمالية الحل لمعضلة العودة إلى الاتحاد الأوروبي لتصبح المقاطعة البريطانية فعليا جزءا من الاتحاد الأوروبي برعاية أمريكية معروف نواياها. ختام الاقتصادية، شكرا للمتابعة وعودة إلى سياق النشرة مع الزميلة وفاء. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا بكم. تقدم السيناتور البرازيلي رينان كاليروس بطلب إلى قاضي المحكمة الفيدرالية العليا بغرض التسليم الفوري للرئيس السابق جاير بولسينارو من الولايات المتحدة للبرازيل، وجاء ذلك بسبب ما يقول كاليروس بأن بولسينارو تورط ويتحمل مسؤولية أفعال المتظاهرين، حيث طالب السيناتور البرازيلي بإدراج بولسينارو في التحقيق بالوضع حول الاحتجاجات واستدعائه إلى المحكمة. في مشهد غير مسبوق في تاريخ البرازيل، شكلت كبرى المقار الرسمية فيها مسرحا لتصفية حسابات سياسية بعد خسارة ديمقراطية، محاولة لإثارة الشغب كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تتحول إلى انقلاب كارثي من مؤيدي الرئيس اليميني السابق جاير بولسونارو، رفضا لفوز الرئيس اليساري المنتخب لويس إناسيو لولا دا سيلفا وتنصيبه رئيسا للبلاد. تبعات خسارة بولسونارو تواصلت وتبدت في المشهد الفاضح عبر اقتحام أنصاره العديد من المقر الرسمية، منها القصر الرئاسي في العاصمة برازيليا ومجلس النواب والمحكمة الفيدرالية العليا. تحطيم وتخريب توالى معه دفق الاقتحامات التي وقع على إثرها لولا دا سيلفا، مرسوما يأمر السلطات بالتدخل للحفاظ على الأمن في العاصمة بعد خروج مظاهرات مؤيدة للرئيس دا سيلفا رافضة الأعمال الانقلابية في البلاد. ما فعله هؤلاء الفاشيون المتعصبون لم يسبق له مثيل في تاريخ بلادنا، تأكدوا أنه لن يتكرر، سنكتشف من قام بتمويله. الديمقراطية لن تفلت من أيدينا مجددا، وسنلاحق ممولي الانقلابات، وباسم الدفاع عن الديمقراطية لن تكون الحكومة استبدادية ولا فاترة في التعامل مع الجنات. كثير من الدول أعربت عن تضامنها مع السلطات الشرعية ورفضها أعمال العنف في البلاد، لكن ما كان ملفتا هو إدانة الولايات المتحدة للأحداث الجارية وتضامنها مع الرئيس المنتخب باتصال هاتفي جرى بين الرئيس الأمريكي والبرازيلي، دعت فيه سيلفا إلى البيت الأبيض. ومع إعادة السيطرة مجددا على المقر الرسمية، فتحت المحكمة الانتخابية البرازيلية التحقيقات ورفعت قضية ضد الرئيس اليميني المنتهية ولايته وحلفائه
بتهمة إساءة استخدام سلطتهم السياسية والاقتصادية خلال الحملة الانتخابية ومحاولة تشويه سمعة الانتخابات وزعزعة استقرارها. تبدو البرازيل وهي تتصدر واجهة الأحداث ميدانا جديدا يريد مناوئو استتباب الأمن إثارته، والسؤال هل ينجح لولا دا سيلفا بتثبيت نتائج الانتخابات الديمقراطية أم أن لبولسونارو تكتيكات جديدة؟ أما الآن مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الرياضة بقي في هذه النشرة مشاهدينا التذكير بأبرز ما جاء فيها. مجلس الأمن يمدد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لستة أشهر، وموسكو تؤكد أن العقوبات هي السبب بتدهور الوضع الإنساني. باخموت إلى الواجهة، وقائع الميدان تشير إلى اقتراب الجيش الروسي من السيطرة على البلدة الاستراتيجية. والرئيس البرازيلي السابق يتبع تكتيكات جديدة، فهل ينجح لولا دا سيلفا بتثبيت نتائج الانتخابات الديمقراطية؟ ختام هذه النشرة، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.